بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم استكمال لمحاضرات مصاعد أساسية تقنية التبريد والتكييف لطلبة هندسة المباني وهندسة التبريد والتكييف. خدنا في المحاضرة السابقة الخصائص الحرارية، واليوم عندنا الخصائص الفيزيائية لوساطة التبريد، وأيضا الخصائص البيئية ومدى تأثير هذه الوسائط على البيئة. كتعريف الخصائص الفيزيائية، هي خصائص التي ليس لها تأثير مباشر على كمية الحرارة التي يمكن أن يمتصها وسيط التبريد أو يفقدها. وتعتبر الخصائص الفيزيائية هذه أساسية عند اختيار وسيط التبريد، ومن هذه الخصائص هنذكرها في هذه المحاضرة. منها ذوبان وسيط التبريد في الزيوت، مدى قدرة هذا الوسيط التبريد على الذوبان في زيت الماتور. ذوبان وسائط التبريد في الزيوت له مزايا ومساوئ، ومن مزايا ذوبان وسيط التبريد مع الزيوت تسهيل عملية التشحيم والسهولة النسبية لرجوع الزيت مرة أخرى للضاغط. أما أهم عيوب زيوت وسيط التبريد في الزيت، وهو تخفيف الزيت في الضاغط لزوجته، أقصد تخفيف لزوجة الضاغط الزيت في الضاغط، وبالتالي كفاءة هذا الزيت تقل، وممكن يسبب تلف في الضغط ورداءة انتقال الحرارة بواسطة الزيت. الجدول التالي يوضح قابلية بعض وسائط التبريد للذوبان في الزيوت. زي ما انتم شايفين R11 وسيط التبريد عنده القدرة على الذوبان في الزيت، R12 كذلك، R13، عندنا الـ134A وهو من الوسائط الجديدة أو الصديقة للبيئة، لا تذوب في الزيت. R22 كذلك يذوب، 717 ليس له قدرة للذوبان في الزيت، تمام. وبالتالي احنا كمصممين لنظم التبريد والتكييف يجب أن نكون عندنا قدرة لمعرفة خصائص الفيزيائية لوسائط التبريد ومدى قدرة كل وسيط تبريد على الذوبان في الزيت، لأنه هذا يؤثر على الماتور، يؤثر على كفاءة اللزوجة، كفاءة تبريد هذا الزيت وكفاءته الفيزيائية في عملية اللي هو الحفاظ على الماتور أو الكمبريسر. اثنين، عندنا الرائحة لكل وسيط تبريد قد يكون له رائحة أثيرية، ممكن في حال لو صار تسريب في النظام نستطيع من خلال هذه الرائحة أن نوجد أو نعرف أنه يوجد تسريب في النظام المغلق للتبريد. من زي ما أنتم شايفين R11 و12 و22 و502 لها رائحة أثيرية لحد ما، و717 لاذعة أو حادة بشكل مباشر. سلامة وسيط التبريد مدى السيفتي، سلامته على الأرواح والمتركات، يجب أن يكون وسيط التبريد المستعمل في الدواء التبريد غير سامة وغير قابل للانفجار، كذلك الاشتعال زي ما احنا شفنا في المحاضرة السابقة الخصائص العامة لوسائط التبريد، وذلك لضمان سلامة الأشخاص الموجودين في المكان من تأثير هذه الوسائط في حال لو صار لها تسريب في المكان، ألا تكون سامة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار. وهذا الجدول يوضح بعض من وسائط التبريد إذا كانت سامة أو لا. R11 زي ما أنتم شايفين ليست سامة، لكن R40 سامة، تمام. 134 الصديق للبيئة غير سام، تمام. في المقابل 717 سام، وأيضا هو خطير، تمام. قابلية بعض وسائط التبريد للاشتعال كخطورة أخرى للاشتعال والانفجار، R11 وهو غاز وسيط تبريد كنا نستخدمه، أو ما زالت بعض الدول العربية تستخدم R11، هو غير قابل للاشتعال ولا للانفجار، لكن R12 أيضا غير قابل، R40 نسبيا قد يسبب اشتعال أو انفجارات، تمام. والR717 ايضا قد ينفجر ويسبب اشتعالات، تمام. وبالتالي احنا بنراعي الخطوره
قبل استخدام هذه وسائط التبريد، والأخذ كل الاحتياطات اللازمة في التعامل مع هذه وسائط التبريد أثناء الشحن وأثناء التفريغ. بالتالي التعامل مع R11 يختلف من التعامل مع R717 أو R40، لأن هذه الوسائط خطرة، ويجب أن نكون في حالة من الحذر الشديد في التعامل مع هذه الوسائط لأنها قابلة للانفجار أو الاشتعال. الرطوبة في وسائط التبريد أيضا هذه من الخصائص الفيزيائية، لأن وجود الرطوبة أو الماء في أنظمة التبريد يعرض أنظمة التحكم للتلف نتيجة للانسداد، وذلك عندما تتجمد المياه. وإحنا عارفين أن الماء درجة تجمده أقل من وسائط التبريد، في حالة وجوده ضمن وسيط التبريد فإنه قد يسبب مشاكل في النظام الميكانيكي، وبالتالي فإن هذا الماء قد يتجمد إلى التل الصلب عند درجات حرارة منخفضة، فإن وجود المية مع بعض وسائط التبريد عند هذه درجات الحرارة المنخفضة قد يسبب عطل لميل للضاغط ومشاكل في النظام الميكانيكي، وبالتالي إحنا نراعي أن الرطوبة قد تسبب مشاكل، وبالتالي نحاول أن نحفظ هذا النظام المغلق من الرطوبة الخارجية أو من الماء، تمام؟ لأنه يعمل على تحلل وسيط التبريد ويتحد مع الماء، تمام؟ مكون الأحماض قد تكون ضارة جدا، كذلك من وجود المياه قد يسبب الصدأ والتآكل وتحلل الزيوت التبريد، يعني يسبب مشاكل في كل النظام، سواء كان النظام الميكانيكي كالضاغط أو في المواسير من صدأ أو تآكل، أو حتى يؤثر على تحلل الزيت التبريد، مما يقلل من كفاءته وقدرته على حماية الضاغط أو المطور، تمام؟ حيث أنه من الصعب إزالة كل الرطوبة ووسيط التبريد، فإن كمية الرطوبة يجب أن تكون في الحدود المسموحة، يعني في حدود مسموح فيها وهي قليلة جدا، مسموح فيها في النظم بناء على طبيعة وسيط التبريد، وهنشوف جدول في هذا الخصوص، وهو يعتمد طبعا تعتمد على كمية الرطوبة المسموح بها، تتوقف على نوع وسيط التبريد، تمام؟ الجدول يوضح الحدود المسموح بها لكمية الرطوبة لبعض أنواع وسائط التبريد بوحدات جزء لكل مليون جزء، يعني لاحظ جزء من لكل مليون جزء مسموح النسبة المسموح بها حسب طبيعة وسيط التبريد. على سبيل المثال R134a أقل من 5 جزء من لكل مليون جزء من هذه الكمية أو من هذه المادة. الآر 22 أقل من 30، والآر 502 أقل من 15 جزء لكل مليون جزء، وهكذا النسبة المسموح بها كحد أدنى وكحد أقصى للبي بي إم، اللي هي بارت جزء لكل مليون، أكبر من 15، أكبر من 100، أكبر من 50، أقصى نسبة مسموح فيها للرطوبة في النظم التبريد بناء على إيه؟ بناء على وسيط التبريد، تمام؟ الرطوبة المسموح بها طبقا لوسائط التبريد، وبالتالي يراعى فيها هذه النسب في وجود الماء أو الرطوبة داخل النظام. كيميائيا يتغير لون وسيط التبريد مع زيادة نسبة الرطوبة، طبعا اللون، وعندما يدل اللون المبين على أن نسبة الرطوبة في وسيط التبريد أصبحت مرتفعة، فإنه يجب تغيير المجفف فورا. يوجد في نظام التبريد مجفف خاص لفلترة اللي هو وسيط التبريد أو التقاط هذه الرطوبة الموجودة خلال فترة زمنية معينة، ممكن تغيير هذا الفلتر واستبداله بآخر، تمام، حتى يستطيع أن يلتقط هذه الرطوبة أو النسب الموجودة داخل هذا النظام المغلق. عامل تاني أقل درجة حرارة موجودة في النظام، أيضا درجة الحرارة إحنا شفنا الرطوبة المسموح بها بناء على نوع وسيط التبريد، أيضا أقل درجة حرارة مسموح فيها أيضا تحدد اللي هو النسب المسموح فيها للرطوبة، تمام؟ هنلاحظ مثلا أنواع مختلفة من وسائط التبريد R12 22 R500 502 وكذلك R13B1، تمام؟ وفي عندنا أقل درجات حرارة مسموح بها، هنلاحظ أنه في اختلاف، تمام؟ يلاحظ أن كمية الرطوبة المسموح بها تزداد بازدياد درجة الحرارة، كل ما ازداد درجة الحرارة زي ما أنتم شايفين
لازم يسمح بالرطوبة أقل درجة حرارة في النظام. ليش أقل درجة حرارة في النظام؟ عشان نشوف مدى الدرجة التي ممكن أن أقل درجة اللي ممكن أن تتجمد بها الماء. هنلاحظ أنه في مثلا 20 مسموح فيها 17 40 32، لكن بالمقابل عندما اقتربنا من الصفر فعارفين الماء يتجمد عند هذه الدرجة، فنلاحظ أنه قل تدريجيا وممكن أن يقل حتى يصل إلى ناقص 40 1.7. هذه النسب المسموح فيها تقل كلما قلت درجة الحرارة أو تزداد بازدياد درجة الحرارة، تمام؟ طبقا لنوع وسائط التبريد تختلف هذه النسب باختلاف أقل درجة حرارة. كل ما كان أقل درجة الحرارة أقل ما يكون، كل ما كان مسموح بنسب الرطوبة بزيادة، والعكس هو صحيح. اختبار التسريب عدم الإحكام، اختبار تنفيذ دائرة التبريد، طبعا من المشاكل الفيزيائية أو الميكانيكية أنه الكشف عن التسريب في هذا النظام. احنا شفنا أنه بعض هذه الغازات سامة وبعضها مشتعلة من خصائصها، وبعضها قد تنفجر أثناء، وبالتالي مهم جدا أنه احنا نعمل اختبارات التسريب على هذا النظام. وبالتالي توجد عدة طرق لاختبار التسريب، تمام؟ من هذه الطرق اختبار التنفيس، دائرة التبريد، يلزم أولا أن نرفع الضغط داخل نظام وسيط التبريد داخل هذا النظام، نرفع الضغط تدريجيا، وبعد ذلك يتم فحص كل جزء من الدائرة. طبعا احنا بنزيد الضغط داخل النظام وبنشوف اللي هو نقاط التنفيس الموجودة في الأنابيب حتى يتم اللي هو الكشف عنها والتعامل معها ميكانيكيا من خلال اللحام، تمام؟ وفي الحالة التي لم تشحن الدائرة بسيط تبريد، يكون من الأفضل في مثل هذه الحالة شحن جزئيا بسيط تبريد حتى يرتفع الضغط داخلها. يعني يا إما إحنا بنضغط من خلال برفع ضغط الدائرة من خلال ضغط وسائط التبريد، أو من خلال استخدام اللي هو وسيط تبريد جزئيا، جزء بسيط من وسائط التبريد، وبنرفع الضغط داخلها إلى حوالي 40 ميجا باسكال بعد ما نستخدم أيضا غاز النيتروجين الجاف أو ثاني أكسيد الكربون الجاف، وهذا الضغط يمكن رفعه إلى 180 ميجا باسكال في المنشآت الكبيرة أو 80 في المنشآت الصغيرة، وهذا الضغط كافي لإجراء التسرب بدقة عالية. زي ما أنتم شايفين بيتم ضخ جزء بسيط من الوسيط التبريد وبنكمل بالنيتروجين، بيتم ضغطه حتى 40 ميجا باسكال، وبيتم فحص هذه الأنابيب بعدة طرق عن تسرب هذا الغاز، وهنشوف الطرق اللي ممكن أن إحنا نكشف فيها على هذه المواسير عن نقاط التسرب لهذا الغاز، تمام؟ لكن في احتياطات الواجب مراعاتها عند اختبار التنفيس بواسطة النيتروجين. لا يستعمل غاز الأكسجين نهائيا لرفع ضغط دائرة التبريد، لأن ذلك قد يحدث انفجار عند تلامسه مع الزيت الموجود بداخل التبريد. يعني احنا بنستخدم النيتروجين، نستخدم اللي هو أكسيد الكربون غاز، لكن الأكسجين يمنع منعا بتاتا لأنه في خطورة من ملامسته للزيت الموجود في الموتور مما يسبب انفجارات. يجب تركيب منظم للضغط مجهز بأجهزة قياس للضغط على أسطوانة النيتروجين. طبعا هذه الساعات يجب أن تكون موجودة حتى نحدد الضغط داخل النظام لمعرفة الضغط المطلوب. احنا شفنا مسموح لنا حتى 40 أو 80 أو 180 حسب طبيعة النظام التبريد. يجب تركيب بلف أو فالف على الأنبوب الموصل لدائرة التبريد، وذلك حتى يمكن تلافي ارتفاع الضغط داخل دائرة التبريد فوق الحد المسموح به، تمام؟ يجب تركيب بلف عدم الرجوع اللي هو الشيك بلف بعد اسطوانة وسيط التبريد مباشرة، وذلك لمنع رجوع وسيط التبريد للاسطوانة. طبعا انت بتضغط داخل النظام، بدنا نحط بلف أو صمام يمنع رجوع الغاز من داخل النظام إلى الأسطوانة وسيط التبريد، مع ملاحظة أن ضغط أسطوانة غاز النيتروجين الكامل قد يسبب انفجار الأسطوانة وسيط التبريد
أو أجزاء من دورة التبريد في حالة عدم وجود بلف تصريف وبلف عدم رجوع، بلف اللي هو التصريف بالزمنة في حالة كان الضغط زائد على الحد بيتم تصريفه، وفي حالة إذا كان بلف اللي هو عدم الرجوع فإنه نستخدمه لعدم رجوع الغاز الداخل النظام إلى الأسطوانات أو إلى الجرة، جرة وسائل التبريد، وبالتالي إحنا بنزمنا البلف اللي هو التصريف وبلف اللي هو عدم الرجوع. تمام، حكينا إحنا بعد ما تم ضخ الغاز بالضغط العالي داخل هذه الأنابيب بنزمنا طرق لكشف هذا التسرب أو تسريب ده من هذه الأنابيب. من هذه الطرق اللي هو الكشف بواسطة لمبة التجربة أو وسط اللهب مشعل خاص، هذا اللي تعبأ لمبة التجربة بواسطة غاز البوتان أو الكحول الميثيلي أو غاز الاستيلين، ويتم بعد ذلك إشعال اللهب، يتم بعد ذلك إمرار الخرطوم المطاط المتصل باللمبة على أماكن الوصلات فيتغير اللون اللهب من الأزرق إلى الأخضر، فإن ذلك يدل على إيه؟ على وجود تسرب في هذا المكان. زي ما أنتم شايفين بيتم إشعال لهب من غاز وبيتم إمراره على هذه الأنابيب، يتغير اللون إلى اللون الأخضر زي ما أنتم شايفين، بيكون في المنطقة هذه في تسرب لغاز أو وسيط التبريد في هذا المكان. تمام، زي ما أنتم شايفين في هذه الصورة اللون تغير. تمام، اللون تغير لون اللهب من الأزرق إلى اللون الأخضر، وبالتالي إحنا بنكشف إنه فيه في المنطقة هذه تسرب لوسيط التبريد، وبالتالي بيتم تحديدها والبحث عن أماكن أخرى لعملية التسرب وتحديدها ومن ثم بيتم التعامل معها ميكانيكيا من خلال لحام الكشف بواسطة رغوة الكاشفة، محلول رغوي. تمام، في هذه الطريقة يتم تغطية الوصلات برغوة كاشفة مواد كيميائية أو مصفوف صابون مذاب في الماء، حيث تتصاعد فقاقيع غازية عند مكان التسرب. زي ما أنتم شايفين الفقاعات هذه تبين أنه في تسرب للغاز من هذا النظام أو هذه الجزئية، وبالتالي بيتم استخدام هذه الرغوة أو الصابونة أو مادة رغوية، بيتم دهن هذه المواسير في نظام التبريد، ومن خلال هذا الأمر بنلاحظ أنه تكون هذه الفقاعات، ومن خلالها نوجد أو نكشف مكان تسرب هذا الغاز ويتم تحديده والتعامل معه ميكانيكيا. الكشف باستخدام جهاز الكشف الإلكتروني، عند تشغيل الجهاز فإنه يصدر عنه إشارة صوتية، وأيضا ممكن أن نستخدم اللي هو أجهزة كشف إلكترونية من خلال الإضاءة أو باستخدام الضوء، أيضا يتغير اللون أيضا من خلال كشف عن وجود تسرب للغاز. تمام، عند تشغيل الجهاز فإنه يصدر عنه إشارة صوتية تختفي تدريجيا مما يدل على أن الجهاز صالح للعمل، يمر الجزء الحساس على الوصلات فإذا أحدث صوتا فإن هذا يدل على وجود تسرب لوسيط التبريد، فإن ذلك المكان زي ما أنتم شايفين بيتم إمرار هذا الجهاز، بيكون له خرطوم خاص فيه على اللي هو أماكن على المواسير، فإذا حدث اللي هو تسرب فإنه يعطي إشارة صوتية أنه يوجد في المكان إيه تسريب للغاز. هي أجهزة أخرى أشكال أخرى أيضا تستخدم للكشف عن تسرب لهذه الغاز، قد تعطي إشارة صوتية أو إضاءة زي ما أنتم شايفين، أو يعطي إشارة من خلال عداد موجود أو رقم، يعني بعدة طرق من استخدام الأجهزة الإلكترونية من خلال الضوء أو من خلال الصوت، أو ممكن يعطي إشارة على شاشة معينة في هذا الجهاز. تمام، كيفية تحديد الوسيلة المناسبة للكشف عن هذا التسريب؟ طبعا هذه أنواع مختلفة من الأجهزة أو الطرق ممكن أن تستخدم،
منها البسيط ومنها الإلكتروني ومنها الميكانيكي. كما عرفنا سابقا فأن التسرب بوساطة تبريد مثل الكلوروفلوروكربونات يؤدي إلى تلوث البيئة، تمام. هنشوف هذا اللي هي من ضمن الخصائص البيئية عن اللي هو تلوث البيئة من وسائط التبريد، كيف ممكن يحدث ذلك. ومن المؤسف أنه في بعض الأحيان لا يعلم بتسرب وسيلة التبريد إلى الوسط الخارجي. طبعا في بعض من وسائط التبريد ليس لها رائحة، وبالتالي يتم تسرب هذا الوسيط التبريد من غير ما نعرف أنه حصل هذا التسرب من خلال عدم وجود رائحة لهذا الوسيط، تمام، إلا بعد ملاحظة انخفاض أداء عامل وحدة التبريد، حينها يكون وسيط التبريد قد تسرب إلى الخارج كليا، تمام. من المهم أن نعرف أنه لا توجد هناك طريقة محددة لكشف التسريب في كل الأحوال، ولكن النقاط التالية قد تقود إلى استعمال بعض من هذه الطرق. مهمة أن نعرف هذه النقاط عشان نحدد أنسب طريقة لاستخدامها في تحديد نقاط تسرب هذا الغاز وسيط التبريد. من هذه الطرق نوعية وسيط التبريد بيحدد اللي احنا كيف ممكن نستخدم، لانه في بعض من وسائط التبريد قابله للاشتعال او الانفجار. ففي حاله ان انت تحاول ان تكشف عن هذا الوسيط التبريد هل يتسرب او لا باستخدام النار، فان ذلك يؤدي الى انفجار المكان، تمام. وبالتالي نوع وسيط التبريد يحدد ان نستخدم اداه الكترونيه ام اداه ميكانيكيه مثل المشعل ام الرغوه. وبالتالي يكون في حالة من الحذر أن هذا وسيط التبريد قد يكون منفجر أو قابل للاشتعال، مما يسبب مشاكل في حالة الكشف عنه من المشعل أو من اللهب. حجم النظام System Size، حسم حجم النظام يؤدي إلى تفضيل استخدام طريقة عن أخرى، تمام. فأن الحجم الكبير للنظام لا يمكن أن نستخدم في الرغوة، وبالتالي ممكن نستخدم النظام الإلكتروني للكشف سريعا عن المواسير الطويلة لهذا النظام الحجم الكبير، تمام. أما إذا كان حجم صغير ممكن أن نستخدم الرغوة، لأنه طول المواسير قد لا تزيد عن متر أو مترين، وبالتالي ممكن الدهنها برغوة والكشف عن أماكن تسرب هذا الغاز. مكان الوحدة، مكان الوحدة وصعوبة الوصول إليها قد يكون سبب في استخدام نظام عن نظام آخر. وضع وحدة التبريد أو التكييف مثلا داخل أو خارج المنزل، نوعية التهوية الرياح قد يصعب اللي هو الوصول إليها، ونستخدم بذلك نظام عن نظام آخر. الضوضاء، قد يكون هذا النظام موجود في مكان في مصنع في ضوضاء، وبالتالي صعب استخدام أجهزة إلكترونية تكشف عن وسيط التبريد من خلال الصوت، خاصة عند استخدام أجهزة إلكترونية صوتية. وبالتالي بدنا نوجد طريقة أخرى من خلال الضوء أو من خلال هو الشاشات الكشف، تمام. الإضاءة، وخاصة عند استعمال أجهزة تعتمد على الضوء، المكان فيه كشافات، وبالتالي من الصعب أنك أنت توجد تسرب الغاز، تسرب هذا الغاز من خلال الضوء أو تغير اللون، لأن المنطقة فيها كشافات زي ما أنتم شايفين. وبالتالي هذا النظام أنه يبحث عن التسرب من خلال الإضاءة، تتغير اللون مباشرة في حال لو كان في تسرب. بعض الخصائص والميزات لبعض وسائط التبريد. كل الخصائص الموجودة معك في المرجع أو الكتاب مطلوبة منك، لكن أنا هركز على بعض من هذه الخصائص، تمام، في هذه المحاضرة. وبالتالي منها وسيط التبريد الفريون 11، طبعا هذا الوسيط موجود في بعض من الدول النامية، وأعتقد عندنا في غزة موجود هذا الوسيط. ما زالت بعض الدول العربية تصنع هذا الوسيط R11 رغم خطورته على البيئة وتأثيره على الغلاف الجوي، إلا أنه موجود حاليا ويستخدم. درجة غليانه 23.7 عند الضغط الجوي، يغلي عند هذه الدرجة. هو غير سام، غير قابل للاشتعال،
لا يحدث تآكل لكنه يذيب المطاط، يستعمل مع ضوابط الطرد المركزية، يستعمل مع كمنظف من النداول الأجزاء ذات التبريد، يستعمل كمنظف للضوابط عند استبدالها، يمكن الكشف عليه بواسطة المشعل اللي هو مشعل اللهب، يحفظ في اسطوانات برتقالية اللون، يعني اللون المميز اللي هو اللون البرتقالي، تمام؟ هذه الخصائص مهمة أن نعرفها، وبالذات R11 لأنه ما زال موجود في الدول العربية ويستخدم. فإن وسيط التبريد التالي اللي هو صديق للبيئة أو البديل R134A من مكونات الـ HFC، وهو بديل للفريون 12 بالذات، يستعمل في الضوابط الدورانية في والحلزونية، تمام؟ هذه الضوابط ممكن تستخدم مع وسيط التبريد اللي هو R134، هو فعليا غير سام، غير قابل للاشتعال والانفجار، ولا يسبب تآكل للمعادن. درجة غليانه ناقص اللي هو 26.1، لكن له مميزات أخرى مؤثرة على البيئة وهنشوفها فيما بعد، تمام؟ لا يتفاعل مع الأوزون للأو دي بي زيرو، هنشوف ما المقصود بالأو دي بي زيرو، لا يتفاعل مع الأوزون، معامل الأداء له أقل من الفريون R12، يذوب في الماء عند درجة حرارة 25. أنا مهتم كثير في هذا النوع من الفريون، وكثير بيجي عليه أسئلة في الامتحانات، تمام؟ لأنه صديق للبيئة، وهو بديل للـ R12، وعبأ في أسطوانات لونها أزرق خفيف زي ما أنتم شايفين، هذا اللون مميز للـ R134، غير منسجم مع الزيوت المعدنية، يعني هو بيحافظ حتى على زيوت داخل الموتور. الفلتر له من النوع المنقل الغشائي، تمام؟ يجب عدم استخدام ممتص رطوبة من نوع السيليكون الهلامي، يمكن استعمال رغوة الصابونة، صبغة الفلورسن، والكشاف الإلكتروني، يعني ممكن استخدم عدة طرق للكشف عن هذا الوسيط عند تسربه من النظام، تمام؟ وسيط التبريد الفريود 22، طبعا انا ما ذكرتش الـ R12، سبت لك اياه لانه الك تقرا اللي هو R12 وخصائصه، مطلوب منك ترجع للكتاب وتقرا اللي هو وسيط R12. وسيط التبريد فريود 22 درجة غليان ناقص 40، يستعمل في مجموعات تبريد ذات درجة حرارة منخفضة، تستخدم في المصانع والمتاجر والمستودعات الكبيرة للحفاظ على المواد الغذائية، تستخدم هذا الوسيط كذلك في كثر، يستخدم هذا الوسيط في المجمعات الكبيرة، يختلط بالماء أكثر من فريون 12، لذا يلزم استعمال مجففات تخلص من النداوة، يعني بيلزم في النظام وضع مجففات للتخلص من الرطوبة داخل هذا النظام الذي يستخدم هذا الفريون 22. يذوب في الزيت إلى درجة حرارة ناقص 9 وينفصل عن الزيت بنفس الطريقة المذكورة سابقا، يمكن الكشف عليه بواسطة المشعل هاليد، يحفظ في اسطوانات خضراء اللون، خضراء فاتحة اللون زي ما انتم شايفين، خضراء تقريبا فاتحة، تمام؟ لو عملنا مقارنة ما بين 22 ووسيط 12 هنلاحظ انه في فروقات ما بين النظام، إزاحة الضغط اللازمة حيث تصل إلى 60 تقريبا من الإزاحة اللازمة عند استخدام فريون 12، تمام؟ فدخلنا ضغطا زائد إزاحة معينة، فإن سعة التبريد عند استخدام R22 تكون أكبر بحوالي 60% من R12، وإحنا خدنا إيش المقصود بالإزاحة في المحاضرات السابقة، تمام؟ ارجع إذا كنت أنت مش فاكر. مواسير التبريد عند استخدام R22 تكون أصغر منها عند استخدام R12 كمقارنة. قابلية الوسيط R22 لامتصاص الندابة الرطوبة أكبر بكثير من قابلية الوسيط R12، تمام؟ لذلك فإن R22 أقل تعرضا لمشكلات التجمد الماء، تمام؟ مهم جدا هذه المقارنة، ممكن تجينا أسئلة عن المقارنات. عندما تكون درجة حرارة المبخر ما بين 29 و40 بالماينس، فإن الضغط في المبخر يكون أعلى من الضغط الجوي في حالة R22، أما بالنسبة
ل 12، وأن الضغط يكون أقل من الضغط الجوي عند نفس هذه الدرجات. لاحظ أنه في اختلاف كبير ما بين R12 والR22، وبرجع بقول لك ارجع للمرجع عشان تقرأ خصائص R12. ما عدا ذلك فإن الوسيط R12 هو الأفضل نظرا لانخفاض درجة حرارة التصريف وامتزاجيته التامة للزيت، تمام؟ وانتبه من هذه النقاط في المقارنات. بنكمل المقارنات، فإن وسيط التبريد فريون 502، تمام، يتكون من 48 من R22 و51% من R115، يعني هو مزيج من نوعين من وسائط التبريد اللي هو R22 و R115. بتم استخدام هذا الوسيط للاستفادة من خصائص R22 وأيضا من خصائص R115، وبالتالي يتم تصنيع هذا النوع من أنواع الفريونات، تمام، غير قابل للاشتعال وغير سام، لا يسبب تآكل للمعادن، مناسب للحصول على درجات حرارة منخفضة ومتوسطة، تمام. احنا بهمنا ليش؟ لأنه النظام أنه يتراوح من العمل نظام التبريد ما بين الماينس 18 إلى 51 بالسالب، يستخدم في تجميد الأطعمة والآيس كريم، طبعا لأنه بينزل درجات حرارة منخفضة كتير، يستخدم في الضوابط معه ضوابط ترددية فقط، درجة غليانه ناقص 46. طبعا بالنسبة لأنواع الضوابط في محاضرة موجودة على صفحة اليوتيوب ليوضح أنواع الضوابط وكيفية عملها، للمطلوب أنه نرجع لهذه المحاضرة لمعرفة أنواع الضوابط المستخدمة في نظم التبريد، وممكن نضيف لكم إياها ضمن الموديل. درجة الغليان ناقص 46 عند الضغط الجوي يجمع بين مواصفات الجيدة زي ما حكينا الـ R12 والـ R22، يعطي السعة التبريد لفريون 22 مع درجة حرارة التكثيف R12، تمام، أي بضغط تصريف، يعني هو يمزج ما بين عدة وسائط من خصائص هذه الوسائط، تأخذ الميزات الجيدة لعدد من وسائط التبريد، لذلك تم تصنيعه لكي نصل إلى هذه الخصائص الجيدة. له خواص تزييد جيدة نسبة لزيادة درجة لزوجة الزيت مع درجة حرارة التكثيف المنخفضة، بسبب انخفاض درجة حرارة المكثف فإن الضغط لا يحتاج إلى تبريد كما يحدث لفريون 22، تمام، يحفظ في اسطوانات خورشيد لون زي ما انتم شايفين. مش جايب انا صوره لهذا النوع من الوسيط، ما لقيتوش شكلي، تمام. النشادر الامونيا الار 717، احنا شفنا انه هذا النشادر ضمن الجداول سام وخطير التعامل معه، من وسائط التبريد غير عضويه، مستقر جدا، سام للغايه، قابل للاشتعال والانفجار لحد ما، لذلك لا يمكن الكشف عنه باستخدام اللي هو النار أو اللهب، لأنه قابل للانفجارات وللاشتعال، وبالتالي مادة خطرة، يجب الحذر في التعامل مع هذه المادة بشكل كبير، لأنها مادة سامة قابلة للاشتعال ومنفجرة، لكن خصائصها الحرارية إحنا شفنا في المحاضرة السابقة، خصائصها الحرارية عالية جدا، تستخدم في نظم التبريد، لكن يجب التعامل معها بحذر شديد، تحتاج إلى بروتوكولات التعامل مع هذا النظام الذي يحتوي على هذا الوسيط. له خواص حرارية ممتازة، يعطي تأثير تبريد لكل كيلو أعلى من أي وسيط آخر، طبعاً لذلك استعمل في مصانع الثلج ومصانع التعليب وغرف التخزين البارد الكبيرة، ويستخدم في أمور ميكانيكية ومستودعات تجميد خزانات أو متخزين عالية أو ساعات تخزين، ساعة تخزينه عالية جدا. درجة غليانه هي ناقص 33 سي عند الضغط الجوي، تمام. مهم جدا إن احنا نعرف تفاصيل هذا الغاز. ضغط التشغيل
اعلى من ار 12 و22، لذا فهو يحتاج الى مواسير اقوى نسبيا. لاحظ انه هو قابل للاشتعال والانفجار وسام، تمام؟ وضغطه التشغيلي عالي جدا، يحتاج الى مواسير خاصه التعامل معاه. يعمل على تآكل المواد الغير حديدية كالنحاس والنحاس الأصفر، يعني يحتاج إلى بروتوكولات وإجراءات خاصة للتعامل مع هذا الغاز في النظم التبريد المستخدمة لهذا النشادر. لا يمتزج مع الزيت، لذا يلزم عمل الاحتياطات اللازمة لاحتياط لإزالة الزيت من المبخر، وتركيب جهاز لفصل الزيت عن خط التصريف في مجموعات النشادر. يتم الكشف عليه باستخدام شموع من الكبريت لأنها تعطي دخان أبيض عند ملامستها مع النشادر. حتى طريقة الكشف لها طريقة كشف خاصة به من خلال هذه الشموع من الكبريت، فإنها تتغير اللون عند ما تحديد نقاط الكشف عن هذا الغاز أو غاز الأمونيا، تمام؟ نوع تاني من الغازات اللي هو ثاني أكسيد الكربون، هو غير سام، اللي هو R744، غير قابل للاشتعال وغير قابل للانفجار. نظرا لخواص الأمان التي يتمتع بها، فقد استخدم في الماضي في البواخر وفي تكييف الهواء بالمستشفيات والمصانع والفنادق والأماكن الأخرى تتطلب الأمان التام. أحد عيوبه هو ارتفاع ضغط التشغيل تبعته، كذلك من عيوبه أن معامل الأداء له قليل، تقريبا نصف معامل الأداء لأغلب وسائط التبريد الأخرى اللي هو السي أو بي تبعته قليلة جدا، تمام. درجة غليانه هي 78 في الماينس عند الضغط الجوي، وهي أقل من نقطة تجمده اللي هي ناقص اللي هو 56.6، لذلك لا يوجد في حالة السيولة، فهو يتسامى، تحول من صلب إلى بخار مباشرة، تمام؟ لا يمتزج مع الزيت، ولذا لا يعمل على تخفيف زيت الصندوق المرفق للضاغط، وهو أخف من الزيوت، تمام؟ أيضاً يستخدم CO2 ضمن نظم التبريد، لكن ضمن خصائص معينة زي ما أنت شايف. وبالتالي له طريقة التعامل معاه، لكن السي او بي الأداء تبعته قليلة جدا، لكن هو أكثر أمانا من غيره من وسائط التبريد مثل الأمونيا. تطبيقات على استخدام وسائط التبريد، الجدول التالي يوضح بعض تطبيقات استخدامات وسائط التبريد. على سبيل المثال الـ R134 يستخدم في الثلاجات المنزلية، وبالفعل هو يوجد حاليا عندنا في غزة، ويستخدم في اللي هو في نظم التبريد المنزلية وأيضا في السيارات. أيضا نستخدم الـ R134A والـ R22 و502 في مجمدات الأطعمة المنزلية. الـ R134 مكيفات هواء السيارات، تمام. وبالتالي كل نوع من هذه الأنواع لها استخداماتها الأكثر اللي هو شيوعا من غيرها من وسائط التبريد، يعني R22 وR500 في المكيفات المنزلية، كذلك في مكيفات المباني كسعة منخفضة متوسطة كبيرة. هنلاحظ أنه أيضا تستخدم R134 في كل الساعات المطلوبة أو متطلبات التكييف المطلوبة في المباني، ويستخدم بشكل كبير في المباني العامة وأيضا المباني المنزلية. خدمات توصيل الأطعمة في السيارات المزودة بنظم التبريد، يستخدم اللي هو CO2 اللي حكينا عنه كسوليد و R22، وانكماش المعادن في النيتروجين وعمليات الصناعية R11، يعني ما زال يستخدم R11 في أعمال صناعية كثيرة رغم خطورته على البيئة. تجميد الأطعمة CO2 N2 للتنظيف إزالة النداوة والرطوبة، ممكن نستخدم R11، تمام. اختيار وسائط التبريد حسب نوع الضاغط، أيضا لأنواع للوسائط التبريد يوجد أنواع محددة لاستخدام المواتير أو الضواغط. لاحظ الـ R11 الطرد مركزي، ويستخدم للتكييف حتى السعة من 200 ل 2000 طن تبريد،
تمام. الار 12 طرد مركزي، ممكن استخدم تردد دوراني. انا هحمل كل يوم اللي هو محاضره على المودل اللي هو انواع الضوابط كيفيه عملها. ايضا الار 22 ضوابط تردديه طرد مركزي، وتستخدم في حفظ الاغذيه والتجميد وحدات العرض والاستعمالات عند الحراره المتوسطه ومنخفضه. الار 500 ضوابط تردديه، كذلك 502 ترددي، 503 ايضا ترددي، مع استخدامات مختلفه لهذه الوسائط التبريد، تمام. الار 13 طواغط تردديه ايضا، والار 113 طرد مركزي مع استخدامات انظمه التكييف الصغيره والمتوسطه وانظمه التبريد الصناعي، تمام. يراعى عند استخدام وسائط التبريد ان تكون الضوابط حسب طبيعه الضاغط الذي يناسب هذا الوسيط وطبيعه استخداماتها في المنشآت المختلفه. أداء وسائط التبريد يختلف السي او بي من وسيط إلى آخر، حتى لو احنا ثبتنا بعض المتغيرات. هنشوف الجدول التالي يعمل مقارنة بين أداء وحدات التبريد المختلفة، وذلك عند الأحوال التالية. لو احنا قلنا احنا نظام، هذا النظام يعمل عند درجة حرارة مبخر 0 ودرجة حرارة مكثف 50 درجة، وثبتنا هذه العوامل أو هذه المتغيرات، تمام، وتعاملنا مع تغيير وسيط التبريد في هذا النظام. يعني عندنا نظام يعمل عند 0.50 كمبخر، درجة حرارة مبخر ودرجة حرارة مكثف، وضخينا فيه وسائط تبريد مختلفة ار 11 و 21 و 22 و 114 و 717، تمام. وشفنا أداء هذا النظام سي او بي، هنلاحظ انه في اختلافات من غاز إلى آخر، من وسيط تبريد إلى وسيط تبريد آخر، وهنعمل مقارنة وهنشوف. يعني كان ار 11 هنلاحظ انه 505.35 معامل الأداء، بالمقابل 717 لاحظ الأمونيا 5.53، يعني لاحظ انه أعلى أداء موجود عند ار 11 وعند 717 في الأمونيا. لذلك ما زال استخدام ار 11 رغم انه خطر على البيئه، وما زال استخدام لليوم 717 رغم خطورته على المحيط، تمام، كانه مشتعل منفجر، لكن هم بيعلموا انه السي او بي تبعته عاليه، وبالتالي هم محتاجين لاستخداماته الاداء اللي هو السي او بي العالي، تمام. بالمقابل في عندنا الار 21 اقل، وفي اللي هو الار 22، لما احنا قلنا بالدمج الار 22 مع وسائط تبريد اخرى للاستفاده من خصائصه، زي ما انتم شايفين ار 22 من خصائص الاداء تبعته 505.14 واداؤه عالي جدا، تمام. بالمقابل في عندنا الار 114 4.61، بالتالي هذا المعامل اداء ايضا مؤشر كمقارنات ما بين استخدام وسائط تبريد ما بينها وبين بعض في النظم الحرارية أو في متطلبات نظم التبريد المطلوبة، تمام. وسائط التبريد الثانوية، في عندنا وسائط تبريد بديلة سكندري، وسائط تبريد ثانوية. هذه وسائط التبريد الثانوية الأكثر استعمالا هي الماء، ما زالت تستخدم حتى اللحظة، كلوريد الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، المحاليل الملحية بأنواعها، الإيثيلين، الميثانول والجليسرين. الماء هو أكثر وسائط ثانوية استعمالا، حيث يستعمل في أجهزة التكييف الضخمة وعمليات التبريد التي تصل درجة الحرارة المطلوبة فيها أعلى من درجة حرارة التجمد للماء. يعني أي نظم تبريد نحتاج إلى تبريد أعلى من نقطة تجمد الماء، ممكن استخدام اللي هو الماء كوسيط تبريد ثانوي، تمام، للتبريد. ويعتبر الماء أفضل هذه الوسائط الثانوية، ويرجع ذلك للأسباب التالية: خواص الانسيابية، حرارته النوعية عالية، رخيص الثمن، غير مسبب للتآكل نسبيا، تمام، ممكن أن تستخدم زي ما تشاهد هذا المضاد للتجميد أو التجمد.
تستخدم في السيارات اللي كتبريد في الريديتر. هذا النوع من انواع الوسائط التبريد الثانويه ممكن استخدامه في عمليات تبريد في بعض من المنشآت حتى السيارات في الريديتر. خواص البيئيه لوسائط التبريد، احنا خلصنا الخصائص الحراريه وحكينا عنها في المحاضره السابقه وتكلمنا عن الخصائص الفيزيائيه. في حاجة تانية اللي هي الخصائص البيئية لوسائط التبريد، تمام. الكلوروفلوروكربونات كمجموعة وعلاقتها مع طبقة الأوزون تعمل على امتصاص أشعة اللي هي بيتا فوق البنفسجية، لأن وجود كميات كبيرة من هذه الأشعة يعني التأثير على الجلد مما يسبب السرطان الجلد، اعتام عدسة العين الإنسان، ضعف نظام المناعة، التخريب لتجديد المحاصيل الزراعية، التأثير على المحيطات والأسماك. بالتالي الكلوروفلوروكربونات وعلاقتها طبقة الأوزون تعمل على امتصاص هذه الأشعة، لأن وجود منها كميات قد يسبب هذه الأضرار اللي أنتم شايفينها، تمام. جزيئات الكلوروفلوروكربونات تنتشر خلال طبقة الجو العليا منذ 15-20 سنة، وعملت على تحطيم طبقة الأوزون. ركز، عملت على تحطيم طبقة الأوزون. كيف بيصير هذا الكلام؟ تعال تنشوف، تمام. هنلاحظ أن الكلوروفلوروكربونات تتحلل عندما تصطدم بأشعة الشمس البنفسجية، تتفكك الكلوروفلوروكربونات، بصير عندنا الكلور لحال والفلور لحال، تمام، والكربونات لحال، يتحلل وسيط تبريد إلى جزيئاته من خلال اللي هو اصطدام أشعة الشمس. عشان هيك تسرب هذه النوعية من الكلوروفلوروكربونات كوسائط تبريد إلى الوسط الخارجي خطر، لأنها تتحلل فورا عند تعرضها لأشعة الشمس، تمام. الأشعة تعمل على فصل ذرة الفلور، تمام. اثنين، تبدأ ذرات الفلور والكلور تبدأ تنفصل عن بعضها البعض، تمام. ذرة الفلورين تصطدم بذرة الأكسجين الأوزون، تمام، فتبدأ اللي هي سي ال تحاول أن تصطدم في طبقة الأوزون اللي هي أو 3، ومن خلال اصطدامها مع هذا الأمر مع جزيئات الأوزون يتفاعل مع الكلورين ليعطي سي ال 2 أو، وبالتالي بتم فصل الأوزون أو تحليل أو تحلله، وبالتالي يتحد السي ال مع الأو، تمام، مكونا ذرة الأكسجين الحرة تصطدم مع الـ Cl2O، وبالتالي أصبح في عندنا خلل في طبقة الأوزون أنه صار تحلل لجزيئات الأوزون وانفصال اللي هو ذرة الأكسجين حتى تتحد مع الـ Cl، مما يسبب خلل بيئي ومشاكل بيئية، تمام. أكسيد الكلورين يتحلل أيضا Cl2 حتى يكون Cl2 مع الـ O3 فيعطينا اللي هو 3Cl2O، وذلك بوضوح لنا تأثير الضخم لوسائط التبريد في تآكل طبقة الأوزون بسبب جزيء واحد من الكلورين، تمام. زي ما أنتم شايفين في البداية نتيجة تعرض هذا الوسيط التبريد لأشعة الشمس، بحيث أن يتحلل وسيط التبريد فيصبح الكلور والكربون والفلور كل منهم على حدة، تمام، فيصطدم الكلور مع الأوزون مما يسبب هذا الاصطدام انفصال جزيء الاكسجين فيتحد مع الكلور، مسبب اللي هو ايش؟ مشكله بيئيه بانه جزيئات الاوزون اصبحت O2، فاصبحت Cl2 زائد O3 اللي هو Cl2O، وبالتالي اصبح في عندنا مشكله بيئيه في خلل بيئي بسبب استخدام هذه الوسائط كلوروفلوروكربونات، وجود الكلور ويسبب تلوث بيئي أو خلل في طبقة الأوزون. هذا بيجينا لحاجة مهمة اسمها الجهد تناقص الأوزون، تمام. ما المقصود بجهد تناقص الأوزون؟ يسمى تأثير وسائط التبريد على طبقة الأوزون زي ما احنا شفنا، مدى وجود الكلور في هذا الوسائط التبريد مما يسبب تحلل جزيئات الأوزون واتحادها مع الكلور زي ما احنا شفنا. هذا الأمر يسمى تأثير وسائط التبريد على طبقة الأوزون بالجهد تناقص الأوزون. طبعاً مع استمرار تسرب هذه الوسائط في البيئة هيسبب تناقص في الأوزون أو في الغلاف الجوي الذي يحيط الكرة الأرضية،
وعليه نجد أنه R11 الـ ODB تبعته 1 وهو خطير جدا، بالمقابل R22 ODB اللي هو النص. وبالتالي إحنا من خلال هذه الخصائص البيئية ممكن نعرف مدى تأثير هذه الخصائص أو الوسائط على البيئة وعلى طبقة الأوزون بالتحديد وعلى O3 بالتحديد، بسبب وجود اللي هو الكلور الذي يؤدي إلى اتحاده مع أحد جزيئات الأكسجين، فمما ينفصل عن الـ O3 فتصبح O زائد O2، وبالتالي عندنا مشكلة بيئية ما تسمى بجهد تناقص الأوزون، تمام؟ وتسمى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية نتيجة وساطة التبريد بالجهد الحراري العالمي. في حاجة تانية GWB، هذه الجهد هو زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية، يعني في عندنا مشكلة إضافية أخرى غير تحلل الـ O3، هي مشكلة رفع درجة حرارة الأرض قد تسبب وسائط التبريد إلى رفع درجة حرارة سطح الأرض، وبالتالي أصبح في عندنا اللي هو GWB تساوي 1. هل يعمل على رفع درجات الحرارة سطح الأرض ولا لا؟ وقد تصل إلى 1000 وما يزيد، وهنشوف الحين في الجدول CFCS قد تصل إلى 0.05 وهي أقل في رفع درجات الحرارة. CO2 واحد، طبعا هذه الكمية واحد لا يعني كثير، قليل جدا، و0.05 أيضا قليل وتساوي صفر، لكن في بعض وسائط التبريد زي هنشوف في هذا الجدول قد تصل GWB رفع درجة الحرارة إلى 1000 و10000 و630. إذا أرقام كبيرة جدا تسبب خلل في طبقة الغلاف الجوي، فرفع درجات الحرارة لسطح الأرض نتيجة لإيه؟ نتيجة أن هذه الوسائط التبريد تمنع اللي هو أو تعمل حاجة اسمها الجرين هاوس، أو تعمل على اللي هو الاحتباس الحراري على سطح الأرض. لاحظ أنه الـ 134 إحنا بنقول عنه وسائط بيئية، وسائط تبريد صديقة للبيئة. لاحظ انه زيرو بالنسبه للاو دي بي التناقص جهد اوزون، هو اللي يؤثر على الاو 3، لكن في الاحتباس الحراري هنلاحظ انه رقم كبير 1300، وبالتالي في مشكله في انه هذا الوسيط تبريد يؤدي الى زياده الاحتباس الحراري على سطح الارض، تمام. بالمقابل سي اف سي 12 هيزيد من ايضا من التلوث البيئي، هيزيد من الاحتباس الحراري، وايضا هيؤثر على الاو 3 على طبقات الاوزون، تمام. هذه مقارنات واضحه في هذا الجدول يوضح المشاكل البيئيه التي تسببها تسرب هذه الغازات الى الوسط الخارجي، وبالتالي في مشاكل. لاحظ ان الامونيا R717 لا يؤثر على الاوزون، طبقه الاوزون، وكذلك لا يعمل احتباس حراري زي ما انتم شايفين. اذا بيئيا هو امن، بيئيا امن، لكن خطر في استخداماته، في حاله لو يجب ان نكون اكثر حذرا في الاستخدام 717 في حاله انه هو قابل للاشتعال والانفجار وسام زي ما احنا شفنا في هذه المحاضره، تمام. اذا هذا الجدول مهم جدا. لاحظ انه السي او 2، لاحظ انه تأثيره على طبقة الأوزون زيرو، وأيضا لا يسبب احتباس حراري، قليل جدا، تمام. لكن هو الأداء تبعته، أداؤه في نظم التبريد قليل جدا، أداؤه ضعيف، لكن هو آمن بيئيا، آمن بيئيا، تمام. هذا أيضا شكل يوضح مقارنات زي ما أنتم شايفين لأداء النظام، مع اللي هو تأثيره على الاحتباس الحراري الجي دبليو بي، تمام. هنلاحظ أنه كل ما ارتفعنا للأعلى، في هذه الخصائص، الآر 134، الأمونيا زي ما أنتم شايفين، البروبان، هنلاحظ أنه الأداء عالي، لاحظ أنه السي أو 2 أداؤه نازل، تمام، وأيضا احتباسه الحراري قليل جدا. المنطقة هذه الوسائط التبريد الموجودة هان تأثيرها البيئي للاحتباس الحراري قليل وأداها عالي جدا، تمام، زي الـ R
450 وار 32 وار 447 انواع مختلفه، تمام. لكن بعض من هذه الوساطات التبريد إلى خاصيه الاشتعال مشتعله، تمام، زي الامونيا ومنفجره وخطره. اللون هذا كل لون ازرق يكون مثلا له معنى، تمام، قابل للاشتعال، بيكون لونه احمر او خطر في خطوره عاليه، لكن ايش، اداؤه عالي، احتباسه الحراري اقل، لكن هو ماده خطره. اذا بالتالي احنا لازم ان احنا نقارب ما بين الاستخدامات بناء على الاداء وبناء على تاثيره البيئي وعلى خطورته في الاستخدام في حالة لو صار تسرب من هذا النظام، تمام؟ لاحظ أن الـ R134 أن هو آمن وأداؤه ممتاز، لكن هو بيئيا غير آمن 1500 جي دبليو بي، أن هو يسبب احتباس حراري، رفع درجة حرارة الأرض بشكل كبير. وبالتالي هذه المقارنات مهمة جدا، أنه إحنا نعرف هذه المقارنات لتحديد طبيعة وسيط التبريد المستخدم في النظم الحرارية. فيما بعد، في عندنا اتفاقية بروتوكول للمونتريال لحماية طبقة الأوزون. هذا الاتفاقية الغرض منها أنه إحنا نحمي طبقة الأوزون من هذه الوسائط. وشفنا احنا في الاشكال في الشكل وفي الجدول السابق خطوره هذه الوساطة التبريد على طبقه الاوزون وعلى الجرين هاوس، على الاحتباس الحراري ومدى رفع درجه حراره الارض وتغير المناخ اللي صاير، كل هذا بسبب هذه الغازات بانواعها، تمام. الاتفاقيه هذه تنص على التخلص من تصنيع R11 وR12 حتى فتره 2000، تمام، لكن هي ما زالت موجوده في الدول الناميه. لوساطة التبريد الكلوروفلوروكربونات CFCS الأخرى تكون فترة التخلص منها هي حتى 2030، يجب التخلص منها، خاصة الـ R22. شفنا أداء R22 ممتاز، لكن المطلوب التخلص منه لأنه هو مضر للبيئة، تمام. تم تعديل هذه الاتفاقية عدة مرات. الاتفاقية استثنت الدول النامية في الفترة الابتدائية حتى 2005. تم تصنيع بدائل لوساطة التبريد الصديقة للبيئة مثل الـ R134A، لكن اكتشف فيما بعد أن هذا الغاز خطر على الاحتباس الحراري، على رفع درجة حرارة الأرض، فبدأوا يفكروا بوسائط بديلة عن وسائط البديلة عن الصديقة للبيئة. أصبحت هذه غير صديقة للبيئة لأنها تسبب رفع درجة حرارة الأرض. إعادة تشغيل وسائط التبريد مرة أخرى بعد تنقيتها وتنظيفها، تمام. هي وسائط تبريد بديلة زي ما انتم شايفين، ال 134 عن بديل عن ار 12، ال ار 407، تمام، وهو مزيج ما بين هذوما الثلاثه، بديل عن ار 22 اللي هو خطر عن الخطر بيئيا، تمام، والار 410 هو مزيج من هذوما الاثنين للمعدات المجمعه فقط، وكذلك ار 413 بديل عن ار 12، والـ R417 هو بديل عن الـ R22، تمام؟ إذا هذه وسائط تبريد بديلة عن هذه الوسائط التي تسبب خطر بيئيا، تمام؟ للأسف أن الوسائط البديلة السابقة تؤثر على البيئة بظاهرة البيت الزجاجي اللي حكينا عنه، الاحتباس الحراري، مما جعل بعض البلدان كالدنمارك والنرويج والسويد تفكر في التخلص من هذه الانواع، حتى هذه الوسائط التبريد زي ما احنا حكينا اصبحت تعمل على زياده رفع درجه حراره الارض اذا تسربت الى البيئه المحيطه زي ما حكينا من خلال اللي هي خاصيه الجرين هاوس ايفكت، تمام. عليه بدا التفكير في تكنولوجيا حديثه ووسائط تبريد بديله كالتي تستعمل في دوائر الامتصاص. من أمس الوساطة البديلة الاحتباس الحراري، باختصار بأنه هو الظاهرة تؤدي فيها امتصاص واصدار أشعة تحت الحمراء إلى تسخين سطح الأرض نتيجة زيادة تركيز الغازات الدافئة في الهواء الجوي، تمام. لاحظ هذا الشكل يوضح أن هذا الغلاف الجوي زي ما أنتم شايفين، أشعة الشمس تدخل لسطح الأرض وأثناء ارتدادها
أشعة تحت الحمراء، فأن هذه الغازات الدفيئة بأنواعها وساطة التبريد بأشكالها تسبب منع خروج هذه الأشعة خارج الغلاف الجوي، مما يسبب يعمل أنه الغلاف هذه الغازات المحيطة بسطح الأرض تعمل، أو غازات الدفيئة تعمل كأنها كصوبة تعمل على رفع درجة حرارة الأرض، تمام، دون ارتداد هذه الحرارة إلى خارج الوسط، خارج سطح الأرض. تعمل هذه الغازات كصوبة أنها تعمل على رفع درجة حرارة الأرض، وبالتالي تسبب خطر على الكوكب الأرض، تمام. في عندنا اللي هو بدأ بالتفكير في بعض من تطوير بعض من الوسائط مثل الهيدروكربونات SCS، لها خصائص تبريد ممتازة مع تأثير قليل على البيئة. لاحظنا في الجدول السابق، هنلاحظ أن SCS تأثيرها على البيئة قليل، هذه كبدائل لبدائل البيئية اللي احنا شفناها في الجدول السابق، أنها ممكن تستخدم وما زالت تستخدم للحفاظ على البيئة، تستخدم في الثلاجات المنزلية وبعض نظم التبريد التجارية، وكذلك في نظم تكييف الهواء. ولكن هذه الوسائط لها قابلية للاشتعال، عليه يلزم استعمال وسائل سلامة آمنة زي النشاذ اللي احنا شفنا. النشاذ ليس لها تأثير على البيئة، ولكن خطر التعامل معها، يجب التعامل معها بحذر شديد، تمام. لها بروتوكولات خاصة للتعامل مع النشادر، خصوصا في المجمعات الأغذية ومخازن التبريد الكبيرة تستخدم هذه النشادر، لأن الـ ODB تبعها زيرو والجي دبليو بي زيرو، غير انها سامه وقابله للاشتعال ولها خاصيه التعامل بان الضغط التشغيلي تبعها عالي زي ما احنا شفنا في المحاضره اليوم، تمام. ايضا رجعنا لحاجه ثانيه، طبعا هذه الوسائط بديله عن البدائل الصديقه للبيئه السابقه، لانه اتضح انها تعمل على ايش؟ على خاصيه الاحتباس الحراري تسبب رفع درجه حراره الارض، وبالتالي احنا رجعنا لهذه الوسائط اللي هي النشادر وثاني اكسيد الكربون والهواء والماء والهيدروكربونات للتعامل معها كبدائل لنظم التبريد او الوسائط التبريد القديمه، تمام. ثاني اكسيد الكربون لاحظنا في الجداول السابقه وفي الشكل السابق ان الاو دي بي والجي دبليو اقرب للصفر، منخفضه، يعني هي صديقة للبيئة بشكل كبير، أو هي آمنة بيئيا، مش صديقة للبيئة، آمنة بيئيا، تمام، تحافظ على البيئة. نعلم أن CO2 أنه أداؤه قليل متدني، لكن أنه هو آمن في الاستخدام، آمن بيئيا، وبالتالي ممكن استخدامه حتى لو كان أداؤه كفاءته قليلة، تمام. الهواء يمكن استخدامه في دورات التبريد غير التقليدية، غير أن كفاءته أيضا منخفضة، تمام. هذه كلها وسائط تبريد ثانوية، ولكن هي قد تكون آمنة أكثر. الماء، حكينا عن الماء، يعتبر الماء من وسائط التبريد الأمثل لاستعمال درجة الحرارة العالية، تمام، غير أنه كبر الحجم النوعي في حالته الغازية يجعل هناك صعوبة من حيث كبر حجم الضاغط يستخدم الماء في نظم التبريد. طبعا هو أثناء تحول الغاز فإنه حجمه النوعي كبير، وبالتالي قد يحتاج إلى ضاغط أكبر حجم، وبالتالي له خصوصية في الاستخدام، تمام. المحاليل الملحية بأنواعها، المحلول الملحي عبارة عن مادة تبريد مساعدة تعمل على نقل الحرارة بدون حدوث تغيير في حالتها، وتستخدم في أنظمة التبريد غير مباشرة. يتكون المحلول الملحي من ماء وملح وتتوقف درجة حرارته. ليش احنا بنحط ماء وملح؟ عشان درجة حرارة تجمد المحلول الملحي يكون أقل من الصفر، وبالتالي احنا نحصل على خصائص حرارية أفضل من الماء لحاله، عند إضافة بعض من الأملاح، تمام، نحصل على خصائص حرارية وفيزيائية أفضل من الماء، يعني هو عبارة عن تطوير للماء باستخدام بعض أملاح مذابة فيه للحصول على خصائص حرارية أفضل من الماء، تمام. منها كلوريد الكالسيوم، واستعمل في حالات تحتاج إلى درجة حرارة حوالي أقل من ناقص 17، كلوريد الصوديوم إلى أقل من ناقص 21 ماينس 21. ويلاحظ أن تعرض المحاليل الملحية للهواء يساعد على إصابة المعادن بالصدأ، وهذه مشكلة موجودة.
أن هذه المحاليل قد تسبب الصدأ خاصة مع كلوريد الصوديوم، ولذلك أفضل استخدام كلوريد الكالسيوم. هناك بعض المركبات التي تذوب في الماء ويطلق عليها مانعات التجمد، حكينا عنها الأنتفريز، الأنتفريزنج، وتستعمل عادة لتقليل درجة حرارة التجمد للماء، ومنها على سبيل المثال الكحول والإيثيلين والجليسرين، وكل أنواع البروبلين، الجليكول، كل أنواع تستخدم كمحاليل لزيادة اللي هو الخصائص الحرارية والفيزيائية للماء، بإضافة مواد أخرى قد تكون ملحية أو قد تكون مواد تعمل على إيش؟ على زيادة الخصائص الحرارية زي الكحول والجليسرين وأنواع أخرى منها تعمل على استخداماتها كمحاليل في نظم التبريد. وبالتالي نقول اليوم إحنا أنهينا محاضرتنا، وإلنا لقاء آخر لاستكمال في محاضراتنا في مساق أساسيات تقنية التبريد.